بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائي مشاهدي قناة فدك بوفاة ناصرة رسول الله صلى الله عليه وآله، السيدة الجليلة أم الزهراء سلام الله عليها، التي قال فيها رسول الله: لم ينفعني مال كمال خديجة. سلام الله على أم الزهراء. وبالبداية أعزائي المشاهدين، إن شاء الله في ليلة رمضانية جديدة يسعدني أن أرحب بضيفي سماحة الشيخ ياسر الحبيب. مساك الله بالخير سماحة الشيخ. مساكم الله بالخيرات، حياكم الله. الله يحييك وتقبل الله أعمالكم وعظم الله أجوركم إن شاء الله. وتفضل سماحة الشيخ في ورقة البحث، وبعدها نتلقى الأسئلة إن شاء الله على ورقة البحث. جزاكم الله خير الجزاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين. في بادئ كلامنا نتقدم إلى سيدنا ومولانا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه بأصدق التعازي والمواساة بمناسبة ذكرى وفاة جدته الصديقة القديسة أم المؤمنين حقا السيدة خديجة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. وبهذه المناسبة ارتأينا أن نتكلم هذه الليلة عن أمر يتصل بهذه السيدة الجليلة العظيمة، التي كانت أول امرأة آمنت برسول الله صلى الله عليه وآله، ونصرته بنفسها وبمالها، ولم تمن عليه بذلك حاشاها، وإنما ظلت وفية تبذل كل ما لديها من أجله ومن أجل رسالته العظيمة، رسالة الإسلام. نستذكر تضحيات هذه السيدة العظيمة التي ظلمتها الطوائف المنحرفة ونسبت إليها أنها كانت عجوزا حين تزوجها النبي صلى الله عليه وآله، ولم يكن الأمر هكذا، بل كانت شابة، كان عمرها متقاربا مع عمر النبي صلى الله عليه وآله حين اقترانهما. ثم إن هذه الطوائف المنحرفة نسبت إلى هذه السيدة العظيمة
أنها قد عرفت قبل النبي صلى الله عليه وآله رجالا، أي أن النبي لم يتزوجها وهي عذراء، وذلك أيضا من مفترياتهم، فإنها لم تعرف قبل النبي أحدا. إلى ما هنالك من مفتريات ظلمت بها هذه السيدة العظيمة، وليس كلامنا هذه الليلة في رد هذه المفتريات، إنما نركز على أمر من الأمور. نحن في هذه الليلة التي كانت لا شك ليلة حزن النبي صلى الله عليه وآله، إذ إنها آخر ليلة اجتمع بها في دار الدنيا مع زوجته ومحبوبته السيدة خديجة الكبرى صلى الله عليها، نستذكر حزن رسول الله صلى الله عليه وآله. إنه سمى العام الذي فقد فيه خديجة عليها السلام، وفقد فيه كذلك أبا طالب عليه السلام، سمى ذلك العام بعام الحزن. فنحن نستذكر هذه السيدة العظيمة وتضحياتها، نستذكرها بالأسى والحزن لوفاتها في هذه الليلة، كما أننا نستذكر في هذه الليلة أيضا، نستذكر بالغضب والسخط الملعون المدان من فوق سبع سماوات الخائنة عائشة بنت أبي بكر، التي امتلأ قلبها حقدا على السيدة خديجة صلوات الله عليها، كما امتلأ قلبها حسدا لهذه السيدة العظيمة. هنالك روايات مروية لدى طائفة أهل الخلاف تعترف فيها عائشة بهذا الحقد والحسد، وأنها كانت تغار غيرة شديدة من هذه السيدة العظيمة، مع أن الله تعالى كان قد توفاها ونقلها إلى جواره. من بين تلك الروايات ما رواه البخاري في صحيحه في المجلد 13 الصفحة 132 عن عائشة قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة، وما رأيتها ولكن كان النبي يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، أي صدقة عن خديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. هنا نلاحظ أيضا شيئا من التلاعب والبتر في هذا الحديث، ونلاحظه في قوله: فيقول إنها كانت وكانت، لم تعدد هنا فضائل خديجة صلوات الله عليها، لكننا نجد الحديث بتمامه في مصادر أخرى من مصادر أهل الخلاف، وفيها تعداد فضائل هذه السيدة العظيمة. من بين تلك المصادر مسند أحمد بن حنبل
في المجلد السادس الصفحة 117، وكذلك في الصفحة 150 من هذا المجلد أيضا. والحديث عن عائشة أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما، أي أصابتني الغيرة، فقلت: ما أكثر ما تذكرها؟ حمراء الشدق. أتعلمون أيها الإخوة ماذا تعني عائشة من قولها حمراء الشدق أو حمراء الشدقين؟ هذا من مصاديق خبث لسان عائشة وقلة أدبها. تصف السيدة الجليلة خديجة عليها السلام بحمراء الشدق أو حمراء الشدقين. المعنى من ذلك ما هو؟ أنها تقول: خديجة كانت عجوز هرمة تساقطت أسنانها، فلم يبق إلا لثتها الحمراء وشدقاها في الفم، ولذلك ما تريد من امرأة هذه كهذه، هاي المرأة العجوز اللي ما عندها أسنان تساقطت أسنانها، هكذا تقول وتصف خديجة. ولم تكن خديجة للعلم على هذه الصفة أبدا، لم تكن هكذا، ولكن عائشة تبالغ في تحقير خديجة صلوات الله عليها، تبالغ في إطالة لسانها عليها، تصفها بقصد الانتقاص والتحقير. شو تريد باي المرأة العجوزة حمراء الشدق؟ لم يبق منها سوى اللثة والشدقان، هنا أي جانبي الفم، حيث تكون هذه الجوانب حمراء، اللثة حمراء، جانبا الفم بلون أحمر، أسنانها ذهبت من كبر السن. تريد أن تستنقص خديجة عليها السلام متجاهلة ومتغافلة تماما عن حسن بلائها وجهادها في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله ومناصرته وبذل أموالها وثروتها في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل الإسلام. لا تحترم مقام هذه السيدة العظيمة مع أنها من سيدات نساء العالمين، لا تحترم مقامها وهي أول زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسيدتهن، كما هو أفاد بأبي هو وأمي في نفس هذا الحديث وفي الأحاديث الأخرى. لا تحترم أقلا الموت، أن هذه السيدة قد ماتت، ارتحلت إلى جوار ربها، ومن حسن أدب المسلم أن لا يتجاوز بلسانه على الأموات إن كانوا صلحاء خيرين، فكيف بخديجة صلوات الله عليها؟ لم تحترم أي شيء وضربت بهذا كله عرض الجدار. وهكذا عبرت عن هذه السيدة الجليلة وسبتها في واقع الأمر. قالت للنبي صلى الله عليه وآله: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. قال النبي صلى الله عليه وآله، وما زلنا في رواية أحمد بن حنبل: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها.
حتى لا يتوهمن أحد أن عائشة خير أزواج النبي صلى الله عليه وآله. كلا، هذه أيضا من جملة الأكاذيب التي تسوقها بقايا أبناء عائشة. اليوم إنهم يوهمونكم أنه عائشة كانت حب النبي، سيدة نساء النبي صلى الله عليه وآله، كانت خيرهن أفضلهن. لماذا؟ لأنه جاء حديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وآله قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والحديث مروي عن نفس عائشة. جهل، إلى الآن لا يستطيعون أن يميزوا بين الحديث الصحيح والحديث الباطل، ويؤمنون بحديث تقوله عائشة في تزكية نفسها، ويهملون هذا الحديث وأشباهه مما تعترف به عائشة على نفسها، ويجري الله عز وجل على لسانها الحق أن النبي صلى الله عليه وآله يقول: كلا، لست أنت من هي أعظم وأشرف أو أحب نسائي إلي أو خير نسائي، وإنما ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، يعني خديجة خيركن. هنالك أحاديث كثيرة أخرى للعلم تفيد أن هنالك نساء أخريات خير من عائشة. سماحة الشيخ أستميحك عذرا، سماحة الشيخ أستميحك، كانت خيرا من عائشة بنص. سماحة الشيخ أستميحك عذرا وأستميح السادة المشاهدين، لدينا خلل فني بالصوت، لأن الصوت يسبق الصورة، لذلك الإخوان طلبوا أن نخرج بفاصل حتى يستطيعوا تعديل هذا الخلل، فنستميحك عذرا أن توقف ورقة البحث، وبعد الفاصل إن شاء الله لك الخيار في إكمال ورقة البحث أو ممكن أي ممكن لا نعم أخ الكنترول، ممكن يصلحون الخلل أثناء البث بدون لا نطلع بفاصل. نعم، نخلي سماحة الشيخ يكمل. نعم سماحة الشيخ، إن شاء الله. للعلم هنالك ملاحظة، أنه أنا أسمع، كنت أسمع قبل قليل، نعم كنت أسمع عندي، كنت أسمع الصدى، صدى صوتي، نعم كنت أسمعه من لديكم، نعم نعم كنت أسمع الصدى طوال كلامي، إلى ما قبل يعني فترة وجيزة انقطع هذا الصدى. نعم سماحة الشيخ، الحين بلغوني الإخوان، ممكن اعذرنا على أن قاطعناك، ممكن أثناء إكمالك ورقة البحث ممكن يتم تعديل هذا الصوت، فإذا تكملون إن شاء الله راح يكون الصوت تعدل أوتوماتيكيا إن شاء الله خلال إلقائك ورقة البحث إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك أحاديث وأدلة كثيرة تفيد أن هنالك نساء خيرا من عائشة، منها ما في كتاب الله عز وجل، ومنها ما في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، بما فيها الأحاديث التي أخرجتها طائفة أهل الخلاف، فبهذا يسقط حديث الثريد. ولكن موضوعنا اليوم ليس في إسقاطه، لعلنا نتطرق إلى ذلك في ليلة أخرى إن شاء الله تعالى، إنما نعود إلى موضوعنا في العلاقة ما بين عائشة وخديجة. عائشة كنموذج سيء من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله أو أزواجه على الأفصح، وخديجة كنموذج خير من أزواج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. قالت عائشة للنبي: ما أكثر ما تذكرها، على رواية أحمد بن حنبل، وتعني خديجة، حمراء الشدق. وهذه قلة أدب من عائشة، وليس أمرا عجيبا، فإنها كانت طويلة اللسان وقحة. حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها.
قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بالناس. هذا الذي بتره البخاري، كذا أنه كانت وكانت. هنا في رواية أحمد بن حنبل لدينا التفصيل، قد آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. في الحديث الآخر الذي يرويه أحمد بن حنبل عن طريق موسى بن طلحة، اللفظ فيه هكذا، أن عائشة تقول لقد أعقبك الله عز وجل من امرأة عجوزة من عجائز قريش حمراء الشدقين، هلكت في الدهر، راحت هلكت. انظروا هذه النفسية المريضة عند عائشة، كيف تتعاطى مع شأن خديجة عليه السلام ولا تحترمها وتصفها بمثل هذه الأوصاف وتتحدث بهذه النبرة الوقحة. أعقبك الله عز وجل من امرأة عجوزة من عجائز قريش حمراء الشدقين، هلكت في الدهر، فتمعر وجهه صلى الله عليه وآله تمعرا، تمعر يعني غضب وجه النبي صلى الله عليه وآله حتى كاد خده الشريف يتمعر أي ينتفخ من الغضب، فتمعر وجهه تمعرا، ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى ينظر أرحمة أم عذاب. أي أن النبي صلى الله عليه وآله كان غاضبا، غضب من كلام عائشة وقلة أدبها تجاه خديجة التي هي خير نسائه وزوجاته. حديث آخر أيضا رواه المخالفون ونجده في كتاب الروض الآنف للسهيلي الجزء الأول الصفحة 414، أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وآله كأنه ليس في الأرض امرأة إلا خديجة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله مغضبا، غاضب، غضب على عائشة، ونحن نتأسى بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله فنغضب على عائشة. فلبث ما شاء الله ثم رجع، فإذا أم رومان قالت، يعني أم عائشة اسمها أم رومان، يا رسول الله ما لك ولعائشة، إنها حدثة يعني حدثة السن، يعني صغيرة جاهلة، هذا طبعا تبرير أم رومان، وإنك أحق من تجاوز عنها. هنا لاحظ النبي ماذا صنع، فأخذ بشدق عائشة. تتذكرون حين ذكرت لكم حديثا أخرجه المخالفون أن النبي ضرب عائشة بوكس، تتذكرون أم لا؟ أن عائشة حينما تجسست على النبي صلى الله عليه وآله في الليالي وكذبت عليه لما سألها ما هذا النفس العالي، قالت لا شيء، كذبت، لم تقل له الحقيقة أنها كانت تذهب وتتجسس عليه، تخرج من البيت في الليالي. النبي ماذا صنع؟ هي عائشة تقول فلهدني لهدة في صدري أوجعتني، وبلفظ آخر فلهزني لهزة في صدري أوجعتني. اللهد أو اللهز الضرب بجمع الكف، يعني يجمع كفه ويضرب. هي تقول لهدني في صدري، ضرب هكذا على صدري، لهدة أوجعتني، يعني بوكس قوي. النبي صلى الله عليه وآله عطى عائشة في صدرها.
هذا الأمر كله يبدد كل خيال المخالفين المساكين اليوم، أبناء عائشة المخدوعين، يتامى عائشة، أنه كأن النبي كان يبجل عائشة ويحترمها، وأنه كان يعني ذايب فيها كما يتصورون، ولا يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يضرب عائشة لأنها تستحق التأديب، مع ملاحظة أن النبي صلى الله عليه وآله كان في قمة الحلم. يعني النبي مو مثلي ومثلك أنه لأتفه سبب نحن نغضب، كان يضبط أعصابه إلى أقصى درجة. فلما تجد النبي يصل إلى مرحلة أن يضرب إنسانا أو إنسانة أيا يكن، يضربه ضربة بوكس هكذا، فإذا تعرف بأنه طفح الكيل بالنبي صلى الله عليه وآله، وأن جرم ذلك الإنسان أو الإنسانة فاق الحدود، تجاوز كل الحدود. اعرفوا هذه المسألة. وأنا أتحدى أي شخص يأتي وينكر الآن، أي شخص الآن يسمعني من المخالفين يقول النبي ما ضرب عائشة ضربة بوكس على صدرها، ما يتمكن ينكر التاريخ، ينكر الحقائق، ينكر ما روته صحاحه كتبه. ضربها بوكس على صدرها، هذا في ذلك الحديث حين ماذا؟ تجسست عليه. في هذا الحديث الذي أساءت فيه الأدب تجاه السيدة الجليلة أم المؤمنين حقا السيدة خديجة صلوات الله عليها، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله؟ تقول الرواية فأخذ بشدق عائشة، يعني أخذ شدق عائشة هكذا من طرف شدق الفم، أخذ هكذا تلها هكذا، شايف شلون؟ أخذ بشدقها أنه تعالي أنت يا أم لسان، يا وقحة، يا قليلة الأدب، يا تربية الشوارع، يلي ما تحترمين نفسك، أنت منو حتى تتطاولين على السيدة خديجة تاج راسك وراس اللي خلفوك؟ ملعونة الوالدين، أنت منو؟ فأخذ بشدق عائشة وقال: ألست القائلة كأنما ليس على الأرض امرأة إلا خديجة؟ والله لقد آمنت بي إذ كفر قومك، ورزقت مني الولد وحرمتموه. أنت ما كنت أهل أن الله عز وجل يقضي لي منك بالولد، التي كانت أهل هذه المرأة الطاهرة الجليلة المؤمنة الشريفة المتواضعة التي ما كانت تحقد على أحد، ما كانت تحسد أحدا، هذه السيدة خديجة عليها السلام. اليوم أبناء المخالفين تسمعونهم يذكرون خديجة بالقدر الذي يذكرون فيه عائشة؟ ألم تكن خديجة أم المؤمنين؟ بل سيدة أمهات المؤمنين؟ وينكم عن خديجة؟ أقمتم الدنيا ولم تقعدوها علينا لأن على حد زعمكم أسأنا لعائشة، لماذا لا تقيمون الدنيا على عائشة إذ أساءت لخديجة؟ والنبي أدبها، أن النبي ضربها، أخذ بشدقها، هكذا صنع بها بسبب تطاولها على خديجة عليه السلام. تسكتون على عائشة لماذا؟ عائشة الحسودة هي تقول، لاحظوا هذه الرواية التي أخرجها، وهي رواية صحيحة أيضا، أخرجها أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة الصفحة 75. راجعوا المصادر، شوفوا أنا كذاب لو صادق. وأخرجها الترمذي في سننه الجزء الخامس الصفحة 366، وأخرجها الحاكم في مستدركه الجزء الثالث الصفحة 186. عائشة تقول: ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة. يعني أنا هنا، لاحظوا أنها تعترف بأنها حسودة، تقول أنا حسدت نساء كثيرات، ولكن ما حسدت امرأة بقدر حسدي
لخديجة. أنا حسدت نساء كثيرات كان يفضلهن النبي صلى الله عليه وآله علي، ولكن أكثرهن نالت حسدا مني كانت خديجة، مع أن خديجة صلوات الله عليه كان قد غيبها الثرى، يعني ما كانت ضرتها في نفس الفترة الزمنية، لا راحت إلى جنان الله تبارك وتعالى. فأنت ايش عندك وياها بعد؟ بس لا تظل، لأن النبي كان دائما يستذكر خديجة ومآثرها وأفضالها. أصلا كان لما يتعب هو نفسيا بأبي هو وأمي بسبب مشاكل عائشة وحفصة والحروب التي كانت تشن عليه من قبلهما، تلك الحروب التي نزل فيها قرآن وإن تظاهر عليه، يعني سووا حرب مظاهرة على النبي صلى الله عليه وآله، يعني التظاهرة يعني كل منهما اجتمع مع الآخر حتى تظاهرا عليه، هكذا شد كل منهما ظهر الآخر، شدت كل منهما ظهر الأخرى على ماذا؟ على النبي صلى الله عليه وآله، حرب. فالنبي يهددهما، فإن الله مولاه وجبريل والملائكة بعد ذلك ظهير، صالح المؤمنين، كل هؤلاء جيش الله يحشد في قبال ما من؟ عائشة وحفصة. هاي القرآن الذي نزل في سورة التحريم ما معناه؟ أنه ملأتا هاتان المرأتان الخبيثتان الملعونتان، ملأتا بيت النبي صلى الله عليه وآله بالحروب، حروب على النبي، إيذاء للنبي، مشاكل للنبي، حالة عدم استقرار دائمة. ارجعوا إلى تاريخ عائشة، شنو كانت تسوي؟ قلة أدب، مرة ما متربية ما متأدبة، النبي يجلس مع أصحابه تروح تدخل عليهم هكذا بلا حياء بكل وقاحة، تأخذ الطعام وتكسره، تكسر أواني الطعام وتنثر الطعام على الأرض، ترفع صوتها على النبي، تتجسس على النبي صلى الله عليه وآله، تؤذي النبي سوسة. النبي صلى الله عليه وآله كان في وسط هذا الجو يستذكر من؟ يستذكر تلك المرأة التي لم ير منها إلا كل خير، التي ملأت حياته بهجة وسرورا، كان لما يتعرض إلى أذايا قريش إلى المشاكل يرجع إلى بيته، كانت تخفف عنه، كانت تهون عليه الخطوب، كانت تقف معه، كان يشعر بالراحة والطمأنينة مع هذه السيدة الجليلة. أما طوال الوقت مع عائشة وحفصة مشاكل، إلى أن شبههما بمن؟ بصويحبات يوسف. الله أكبر، أكو أصلا إهانة أكثر من هذه؟ وهل هنالك توجع من النبي صلى الله عليه وآله أكثر من هذا؟ ارجع إلى الصحاح، خاطب عائشة وحفصة قال لهما إن كنا لصويحبات يوسف، صويحبات يوسف اللاتي كنا يحاولن جر يوسف إلى ماذا؟ إلى الفاحشة والعياذ بالله، ويظهرن خلاف ما يبدين، يعني منافقات. هنا يشبه عائشة وحفصة بتلكم النسوة من هذا الباب، فهو يثبت نفاقهما ويثبت تظاهرهما على النبي صلى الله عليه وآله. تأملوا يا قوم، شوية ارفعوا عن أنفسكم هذه الغشاوة، اعرفوا الحقائق، اعرفوا التاريخ الصحيح، مو التاريخ الذي يروج الآن ويكذب به عليكم. طبيعي هم كانت عائشة لما ترى أن النبي صلى الله عليه وآله هكذا دائما يستذكر خديجة تمتلئ غيظا وحقدا، كأنه ليس في الدنيا، أو كأنه شنو تعبيره؟ كأنما ليس في الأرض امرأة إلا خديجة. إيه أنت صرتي مثلها؟ قدمتي مثل ما قدمت؟ كلا. فلذلك كانت تحسد خديجة وتعترف، ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة. أساسا لو نحن فقط نحاسب عائشة على الحسد هذا، نعرف الآن عائشة وين؟ في الجنة أم في النار؟
نعرف أن عائشة هل كانت من المرضي عنهم أم من المغضوب عليهم؟ نعرف أن عائشة هل كانت مؤمنة أم كانت تمتلئ كفرا؟ شوف هذا الحسد من خصال من؟ تريد أن أخبرك بعلمائك ماذا يقولون في الحسد؟ طبق أقوال علمائك يا أيها البكري أيها المخالف الذي أسأل الله تعالى أن يهديك ويجعلك مسلما حقا مواليا لأئمة أهل البيت عليهم السلام، معاديا لأعدائهم وعلى رأسهم عائشة. اقرأ واسمع ماذا يقوله علماؤك في صفة الحسد، أنه كيف تصنف هذا الحسود هذا الحاسد، صفة الحسد هذه على في أي خانة توضع. لاحظ هنا، لاحظ، يقول ابن تيمية شيخ إسلامكم في كتابه مجموع الفتاوى الجزء 13 الصفحة 242، يقول: إن القلب لا يدخله حقائق الإيمان إذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد. شنو معنى كلام شيخك ابن تيمية؟ أنه مستحيل تجد حسود حاسد وهو مؤمن تمام الإيمان. ليش؟ لأن إن القلب لا يدخله حقائق الإيمان إذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد. زين، طبق الآن قول عائشة، طبق هذا القول على قول عائشة: ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة. عائشة تعترف بأنها كانت حسودة، تقول: أنا حسدت نساء كثيرات وأكثر من حسدتهن خديجة. شنو معنى هذا؟ أنه لم يدخل قلبها حقائق الإيمان، لأن قلبها نجس. نجس بماذا؟ بالحسد. إن القلب السليم، إن القلب لا يدخله حقائق الإيمان إذا كان فيه ما ينجسه من الكبر والحسد. فعائشة لم يدخل قلبها حقائق الإيمان، لم تكن مؤمنة، لأن قلبها نجس باعترافها إذ فيه حسد. هذا كلام شيخك ابن تيمية. زين، قول آخر لابن تيمية أيضا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، الصفحة 6، ها بدأت تبين أنه عائشة من أصحاب الجحيم لو مو من أصحاب الجحيم الآن يبين عندنا. يقول: وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع أو عمل صالح، وهو أي الحسد خلق مذموم مطلقا. شوف ما يقيد، ما يقول الحسد من باب الغيرة مو مذموم، ماكو هكذا شيء في الإسلام. الحسد خلق مذموم مطلقا حتى وإن كان من باب الغيرة، لأن يعني مشكلة المخالف المسكين أنه يقول: إيه بعد غيرة، غيرة نسوان فيما بينهم. لا يا أخي، ما كان الأمر هكذا. أولا على فرض غيرة فالغيرة لها حدود، أصلا غيرة المرأة كفر كما في الحديث الشريف أساسا. أسمع لنا نقول غيرة لها حدود، بحيث لا تتجاوز شرعا، لا تسب، لا تشتم، لا تحقر، لا تسيء الأدب، ولا تحسد. الحسد حرام، لا يجوز شرعا. قال أي الحسد: وهو خلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. الحسد من أخلاق من؟ المغضوب عليهم، مو الذين رضي الله عنهم. فأنت شلون تقول رضي الله عن عائشة؟ قول غضب الله على عائشة،
قل اللهم زد غضبك وعذابك على عائشة وأركسها في جهنم بما فعلت. هذا هو الصحيح، وإلا تبطل كلام شيخك ابن تيمية. شو تسوي الآن؟ زين، الآن عائشة عرفنا أنها ليست بمؤمنة حقا، وعرفنا أن قلبها نجس لأن فيه حسد باعترافها هذا، والرواية صحيحة، وعرفنا بأنها من المغضوب عليهم، بقي أن نعرف أنها في النار. شعار مقدس هذا يقوله المؤمنون إن شاء الله في كل مكان: عائشة في النار، أشهد أن عائشة في النار. عائشة مو في الجنة، عائشة المدانة من فوق سبع سماوات، أشهد أن عائشة في النار. هذا الذي ينبغي أن يقوله كل مسلم ومسلمة. يقول ابن تيمية أيضا، هذا احنا اليوم بعد ناخذ بأقوال ابن تيمية، شو نسوي اليوم؟ ناخذ بأقوال ابن تيمية خلص. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء العاشر الصفحة 423، يقول: وأما عمل أهل النار، أهل النار لهم أعمال صفات، إذا وجدت هذه أعمالهم اعرف أن هؤلاء من أهل النار، أكو أعمال معينة لهم، إذا وجدت هذه الأعمال لإنسان ما تعرف أنه ماذا من أهل النار على حسب كلام قولي شيخك شيخ إسلامك. يقول: وأما عمل أهل النار فمثل الإشراك بالله، هذا واحد، والتكذيب بالرسل، هذا اثنين، والكفر، هاي ثلاثة، والحسد. الحسد من عمل أهل النار الذي يعمل بالحسد في الدنيا ولا يتوب، تعلم بأنه من أهل النار. عائشة تعترف كما يرويه إمامك أحمد بن حنبل وإمامك الترمذي وإمامك الحاكم وغيرهم من أئمتك، تقول: ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة، يعني ما حسدت امرأة من النساء أكثر من حسدي لخديجة. طبق كلام شيخك ابن تيمية في مجموع الفتاوى على قول عائشة، حيث قال من عمل أهل النار الحسد، وحيث عائشة اعترفت بالحسد، تعرف أن عائشة من أهل النار وهي في جهنم وبئس المصير. رحم الله خديجة ولعن الله عائشة. تفضلوا. أحسنت سماحة الشيخ، وإحنا بدورنا ننقل هذا النداء إلى البكرية ونقول لهم: أنتم أبناء عائشة الحسودة، والمثل الشعبي يقول: عين الحسود فيها عود. إن شاء الله عود هالكبرة في عين عائشة إن شاء الله. وإحنا أنتم أبناء عائشة ونحن أبناء خديجة الطاهرة الصادقة الكريمة المضحية بمالها ونفسها في سبيل رسول الله وفي سبيل الإسلام. يا البكريون، نحن الآن نتحداكم، دافعوا عن أمكم، أمكم حسودة، أمكم في النار، أمكم فاجرة. الذي لديه إشكال على أمه فيناقشنا إن شاء الله ونعطيه كامل الحرية إن شاء الله. طبعا سماحة الشيخ اتصالات كثيرة أتتنا، وإحنا بدورنا نستقبل طبعا الاتصالات، وطبعا اتصالات أكثرها من الشيعة. يا ليت واحد بكري سماحة الشيخ شوية ناقشه ونسوي شوية البرنامج، يعني حوار يكون أفضل، بس هم نستقبل اتصالات الإخوان الشيعة. أول اتصال منه تعطونا؟ أبو سليمان من الكويت، يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بكري وأسود، الحمد لله استغفر. كنت بكري، زين، الله هداك مثل ما الله هداني. الله هداك. الحمد لله يا معود، بس ضايع بشوية بالمذهب.
فأنا عندي كذا سؤال أساس أن أختصر شوية. إي على السريع الله يخليك، لأنه وايد ناطرين. على السريع على السريع. طبعا احنا نمشي على القاعدة الاعتماد على الباطن لا اعتماد على الظاهر، إذا اختل الظاهر لا يختل الباطن، وإذا اختل الباطن فإن الظاهر يختل. زين اللي بقصده بكلامي بالإسراء والمعراج النبي لما أسرى بالمعراج الباطن أمير المؤمنين هو نفسه باطن رسول الله، ولكن باطن الأمير أفضل من ظاهر رسول الله، وباطن رسول الله أفضل من ظاهر الأمير، ولكن باطن الأمير هو الذي حمل ظاهر رسول الله وليس البراق. هذا رقم واحد. أما أن رقم اثنين، لما حمل رسول الله إمام علي حج الكعبة لتكسير الأصنام، إمام علي ما قدر أن يحملها لأن الحمل الإمام كان حامل الإمامة والنبي حامل النبوة والإمامة. هذا اللي بوصله وبتفسيرها. الشيء الثاني اللي با اللي با اللي حج بالنسبة حج الحريم، انا اعتقد اللي راح يحتاجون اكثر شيء البقصة مال النبي هم الحريم، لان هم اللي صار راح يشوفون نفسها شرعية حق الريايل فراح يحتاجون افتكر عليها. زين بس اللي اقوله بالنسبة حق في وحدة ما انا ماني متأكد من روايتها، هي زرقاء اليمامة، هي كانت تبغض السيدة خديجة أو الزهراء، أنا مرة سمعت الرواية ماني متأكد منها. عرفت شلون؟ أي نعم. فهذا اللي كنت أوصل له. بس أوكي إن شاء الله راح أحول لك السؤالين، ومشكور على سؤالك، وناخذ اتصال من الأخ أحمد من العراق. وبالنسبة لسؤالين إن شاء الله أبو سليمان اللي هو عن أمير المؤمنين وعن زرقاء الإمام، إن شاء الله راح نحولهم لسماحة الشيخ. أخوي أحمد من العراق معانا، السلام عليكم. السلام عليكم أحمد من العراق، موجود؟ نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برد أنا عندي سؤال شيخ. أخ عبد الله تفضل. بس بخصوص دائما ما يسمون أهل الخلاف بخصوص زواج المتعة. نعم. أرجو من الشيخ الحبيب ياسر يعني يوضح لنا صورة زواج المتعة عند الشيعة. نعم. وسبب عمر بن الخطاب ل يعني رفض زواج المتعة. نعم. فهمنا بالصورة ما هو زواج المتعة، هل هو موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وآله؟ نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مشكور على سؤالك، وإن شاء الله بدورنا نوجهه إلى سماحة الشيخ ويجيب عنه. وناخذ اتصال من الأخ علي من كاردف من ويلز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبيبي؟ شلون حياك الله، طاب لونك ان شاء الله. سلامي للشيخ ياسر الحبيبي. واي واي. وعليكم السلام ان شاء الله. يوصل عندي بس سؤال اخ عبد الله. لا ما تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. بس اريد اعرف لماذا يعني كل هذه الجرائم عائشه وكل هذا الحسد مالتها. نعم. وكل هذا التجاوز والتطاول على الرسول وعلى ازواج الرسول وحتى على اخوها محمد طاولته. نعم. بس أريد نعرف ليش ما طلقها الرسول؟ نعم. هذا سؤال. والسؤال الثاني، هل فعلا هو يعني أكيد هو الإمام علي عليه السلام طلق عائشة بعد ممات الرسول؟ نعم. أحسنت. سؤالين وشكرا جزيلا وتحياتي. أحسنت لكم. بارك الله فيك. إن شاء الله نحول سؤالك أخ علي إلى سماحة الشيخ، وطبعا يأخذ دوره سؤالك. الآن عندنا أم جعفر من السويد، السلام عليكم.
السلام عليكم أختم جعفر. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. حياك الله أختي جعفر، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. الله يخليكم عايشتيكم، شلون صحتكم جميل إن شاء الله. الله يخليك طاب لونك إن شاء الله، تفضل. كان عندي سؤالين سمحت الشيخ. نعم. طبعا أنا مع محاكمة الظالم، وحتى بعد 1400 سنة ولازم الحق يبين، بس عندي وقفة، أو على الأقل خلينا نقول يعني أنا مو ويا السب ولا ويا الشتب، لأنه الإمام علي حتى بعد واقعة الجمل احترم عائشة كرمها وبعثها، ندري يعني القصة كلها كلنا نعرفها. فيعني أنا ما أتصور الإمام يسوي فد شيء، يعني قصدي يفترض إنه إحنا نقتدي بالإمام، إنه إحنا نمشي نكمل خطوات الإمام، نبين أخطاء المقابل، نبين تفكيرهم، نبين للملأ إنه صار ظلم على الإمام، صار ظلم على أهل البيت، بس حتى نكون قدوة، حتى نكسب الآخرين. أتوقع إنه ممكن عن طريق أخلاق الإمام علي نبينها، مو بالسب والشتم. هاي وحدة. اثنين، يعني أنا أتعجب ليش كان موقف الإمام علي بهالشكل مع عمر، يعني خلينا نقول بقضية عمر بن الخطاب لما ضرب الزهراء وراء الباب وتسبب بإسقاط الجنين عندها وكسر ضلعها. يعني الإمام علي ما كان يفترض إنه يقيم الحد على عمر وهو يعني معصوم، والمفروض يعني كل القوانين السماوية يعني هو يعرفها، ولازم كان يكون عنده فد موقف. يعني لأنه هنا أنا عندي هواي نقاشات ويا كثير من الناس يقولون يعني استغفر الله العظيم إنه من الإمام علي إنه ما كان عنده موقف، مفروض كان يكون عنده موقف إذا هذه الواقع هي واقع حقيقية. فأحب أعرف رأي الشيخ. أختي بس أنا إن شاء الله بعد إن شاء الله راح أحول أسئلتك إلى سماحة الشيخ، بس أبي أسألك سؤال. نعم. من متى تتابعين قناة فدك تقريبا؟ صار لك إيش كثر؟ والله ما صار هواية، لذلك ممكن أني أسأل أسئلة محتمل أنتم مجاوبين عليها. هذا السؤال، هذه السؤالين ممكن من قبل غيري. إيه؟ بس أني بأي يوم رمضان صارت هاي الشغلة؟ هذين السؤالين تقريبا بالبث المباشر جاوبناهم 10 مرات. اعتذر. لا راح انقلهم. لا احنا مع كل احترام راح ننقلهم ونخلي الشيخ يمر عليهم مرور سريع، بس نفس هذه محاضرات البث المباشر واللقاءات موجوده على الانترنت وعلى اليوتيوب وعلى موقع القطره وعلى الفدك، ممكن تطالعينه مره ثانيه وتشوفين جواب مفصل مره مرتين ثلاثه اربعه. بس هم انا استميحك عذر، وما دام انك صار لك فتره بسيطه طالعين قناه فدك، هم ان شاء الله احاول احول الاجوبه على سماحه الشيخ، وانا اوجهك ان شاء الله تروحين لموقع موقعنا على اليوتيوب وتشوفين نفس البرامج ونفس الاجابات ان شاء الله. حياك الله. بارك الله فيك اختي ام جعفر، وان شاء الله هم ان شاء الله نحول اسئلتك على سماحه الشيخ بعد ما ناخذ مجموعه اتصالات، منهم الاخ ابو عبد الله من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم اخ ابو عبد الله. عليكم السلام مولانا. حياك الله، تقبل الله اعمالكم، عظم الله اجوركم. الجميع ان شاء الله، الجميع ان شاء الله. السلام الحار سماحة الشيخ. وعليكم السلام، ان شاء الله يسمعك ويرد عليك السلام. تفضل اخ ابو عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله. في سؤال واحد بس اريد اعرف شنو السبب الحقيقي من الزواج من عائشة وحفصة؟ السبب الحقيقي من زواج النبي هاتين الزوجتان الملعونتان. زين انا ابو عبد الله بس ابي بسالك سؤال ثاني، من متى تطالع قناة فدك تقريبا؟ والله احنا بالوطن يعني هسه صارنا ايام من شفتها، لان كان حل ميلصات فانطبحتها سرحولناها على هوتلير. ان شاء الله بارك الله فيك. طبعا هذا السؤال مجاوبين اكثر من مره، وراح ان شاء الله احاول اعرضه على الشيخ ان شاء الله
يعني يمر عليه مرور سريع إن شاء الله ويجاوبه، لأن مجاوبينه تقريبا يعني أنا أتوقع ما أذكر يعني تقريبا 10 مرات، غير البرامج الأخرى اللي موجود فيها نفس الطرح وبنفس المحاضرات كذلك. ناخذ اتصال، عندنا بعد اتصال من أبو ياسين. السلام عليكم. السلام عليكم أخ ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. وعليكم السلام، تقبل الله أعمالكم. أعمالنا وأعمالكم، وعظم الله أجوركم إن شاء الله. عندي عيني سؤال ومداخلة. تفضل. سؤالتي يعني نحن بالأوروبا عندنا وايد مخالطة مع البكرية والمخالفين. نعم. ودائما يتهموننا أنهم مشركين. نعم. سؤالي كما أنا قرأت القرآن اليوم وقصة إبليس لعنة الله كما الله قائلها في القرآن، قبل لا يخلق آدم إبليس كان مخلوق قبل 4000 سنة وكان يعبد الله، اللي كما إحنا قرأنا صار طاووس الملائكة بالعبادة هو. نعم. ومن الله سبحانه وتعالى خلق الآدم راد يمتحن عبادة إبليس بأن إبليس هو مستسلم وعبادته لله خالصة. الله أمر إبليس قال له إذا تريد تعبدني وتقرب لي لازم وسيلة آدم. إبليس استأبى واستكبر وما رضى كما قال الله، هذا ما يشوفه منطق من رب العالمين. نعم. يقول له أنا أريد عبدك بدون وسيلة آدم. هالمنطق، هذا سؤالي من السيد، هو منطق هالوهابية اللي هالأيام اللي يقولون إحنا أنتم التقربون لله بوسيلة ذرية آدم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. نعم. إذا تريدون تقربون لله بوسيلة ذر شرك، هل هو هذا المنطق حقيقة منطق إبليس اللي وهابية اليوم عندهم؟ نعم. وعندي مداخلة، يعني أمس أنا سمعت واحد من البكرية سوى تليفون على مود التطبير. نعم. قال انتم اهل العمائم وهاي هم تسوون تطبير وبس الناس غير. بعقيدتي انا وطلب منكم انتم هم اللي تصوير، بعقيدتي هيك ناس هم نيتهم مو صافيه، هذولي لا تدفعوا لهم هذول التصاوير، اللي يردون بس التصوير ياخذونه ويعملون بسوء التبليغ من اذاعاتهم الغير. والله الانسان اذا يريد يتشيع هاي ما هو الا دليل اللي يصير شيعي. وجزاكم الله خيرا، شكرا. في حياك الله، بس في مثل يقول الحق الكذاب لباب الدار، واحنا شنو؟ اعطيناهم الادله والاحاديث والايات، باقي هالشغلات هذه يبونها ويصيرون شيعي. يقول لي انا عطني هذا وانا اصير شيعي، خلاص يبغى اخذه وصير شيعي. ناخذ اتصال من الاخ احمد مالكي من السويد. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبارككم الشهر الكريم. الله يبارك بحياتك ويتقبل طاعتك إن شاء الله. وسلامنا الخاص إلى سماحة الشيخ الحبيب البطل المجاهد في هذا الزمن الصعب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم مولانا. مولانا أنا عندي سؤال يخص أمير المؤمنين سلام الله عليه. سلام الله عليه. وهو سمعت في أحد المحاضرات لحضرتكم بأنه اتفق عمر وأبو بكر بأن يغتالوا أمير المؤمنين عليه السلام في الصلاة في وقت الصلاة. نعم. وبعد ذلك ارتد أبو عمر أو تردد عن يعني حادث الاغتيال، وقال له عندما أسلم افعل، فعندما تردد قال لا تفعل لا تفعل. فأنا سؤالي محصور، وهو ماذا كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الوقت
في أو اعتياده في المسجد، يعني كان يقوم بالصلاة، فماذا كان يفعل؟ هل كان يأتم بأبو بكر؟ أنا ما أعرف القضية يعني، بس أريد توضيح من سماحتكم، والله يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك وتقبل الله أعمالكم. وإحنا بدورنا نحول هذا السؤال إلى سماحة الشيخ ياسر الحبيب، إن شاء الله يجاوب عليه. وناخذ اتصال من الأخ أبو عبد الله من هولندا. أبو عبد الله من هولندا، السلام عليكم. موجود أخ أبو عبد الله؟ السلام عليكم أخ أبو عبد الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي سؤال، الله يستر عليك. تفضل. مرة سمعت أحد النواصب اللي هو عبد الرحمن الدمشقية قال أي صلوات، صلاة على محمد وآل محمد ما له أي سنة، صار خمس سنين. أسألتهم علماء الشيعة ينطوني سنة على الصلاة على محمد وآل محمد، ماكو أي سنة لها، صحيح هذا الشيء؟ نعم. شكرا جزيلا. بعدين هذا حياك الله طبعا، بس انت الدمشقية هذا المأبون، يعني اي شيء يقول لك اياه اول شيء ابني على انه كذاب، وبعدين حاول تبحث عن السند. اخواني تبي تحولون لنا اتصالات ولا نبلش نجاوب على السؤال؟ لان في اتصالات اعتقد. بس زين اخواني انا بقول لكم شيء الحين، ممكن بس يعني ناخذ الاتصالات الموجوده ونجاوب، وبعدين خلوا الرقم مره ثانيه اذا في وقت، لان اتوقع باقي للبرنامج ساعه. خلينا نحاول الاتصالات ناخذهم على فترتين. ناخذ الحين سيد علي من الحجاز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير والعافيه. أسأل الشيخ بالنسبة إلى اللي في رقبته دم من النواصب على الشيعة وغيرهم، نعم، من الشكاوي اللي يفتوها واللي يقتلوا، هل ليهم توبة هدولة؟ نعم. وهل هدولة يتعظوا؟ نعم. رحم الله عليك. أحسنت بارك الله فيك. يلا أخوان الحين توقفون الاتصالات إن شاء الله ونجاوب على الأسئلة، وبعدين إن شاء الله نرجع للاتصالات بعد ما نجاوب على كل الأسئلة اللي تفضلوا فيها الإخوان. بالبداية الأخ أبو سليمان من الكويت تطرق إلى موضوع الاعتماد على الباطن أو الظاهر، فيقول في حادثة الإسراء والمعراج كان باطن أمير المؤمنين هو الذي يحمل رسول الله صلى الله عليه وآله وليس الناقة، ولكن عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله بتحطيم الأصنام التي كانت فوق الكعبة عند الفتح، فلم يستطع أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يحمل رسول الله صلى الله عليه وآله لثقل النبوة، فحمله الرسول صلى الله عليه وآله، حمل أمير المؤمنين وقام بتكسير الأصنام أعلى الكعبة. فلماذا هذا؟ هل هناك يعني التناقض في الروايتين، لأنه هو قارئ هذا الرواية الأولى وقارئ الرواية الثانية. من الخطأ بالنسبة لأمثالنا نحن البشر الذين مهما بلغوا من العلم فإنهم لا يمكنهم أن يحيطوا بالذوات الحقيقية للمعصومين 14 صلوات الله عليهم، من الخطأ أن نتدخل في مثل هذه الأمور ونقول فيها بضرس قاطع. حقائقهم صلوات الله عليهم وكنههم هو فوق طور عقولنا، ولذلك لا يمكن لأحد أن يجيب عن هذا السؤال بصراحة. إنما يمكن للبعض أن يقارب شيئا من الجواب، وأنا شخصيا لا أتمكن من أن أجيب على مثل هذه الأسئلة
لأن شأن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام بواطنهم ظواهرهم مقاماتهم حقائقهم هذا كله فوق عقولنا فلا نتدخل فيه. نعم أحسنت سمحت الشيخ. والسؤال الثاني يقول هل هناك كانت سيدة تسمى زرقاء اليمامة وكانت لديها قصة أنها كانت تبغض، يقول إما سيدة زهراء سلام الله عليها أما سيدة خديجة سلام الله عليهما. يعني الذي يبدو أن هذه شخصية خيالية من الشخصيات العربية القديمة في زمان الجاهلية، وقيل هكذا أنه زرقاء اليمامة هي تلك المرأة التي كانت حادة البصر وترى على مسار أو على مسير 3 ليال أو 3 أيام. والمعروف أن هذه الشخصيات كانت شخصيات خيالية، يعني فلا أظن أنه كان بين مثل هذه المرأة إن وجدت أصلا بينها وبين خديجة عليه السلام أو الزهراء عليه السلام أي ربط أو اتصال. سماحة الشيخ في سؤال للأخ أحمد من العراق يقول يستشكل علينا دائما أهل الخلاف بموضوع زواج المتعة، فيريد تبيين زواج المتعة هل هو كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وهل حرمه عمر ولماذا حرمه، مع أن كانت هناك برنامج كامل ومحاضرة كاملة عن زواج المتعة تقريبا قبل يعني قبل كم ليلة من هذه الليالي. تفضل سماحة الشيخ. قال أمير المؤمنين عليه السلام ما مضمونه؟ شرعت المتعة رحمة من الله تعالى بعباده، ولولا نهي عمر ما زنى إلا شقي. المتعة شرعت مع بداية العهد الإسلامي وكانت مباحة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله بالاتفاق، وقد استمتع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وولدوا من المتعة، وإحدى من ولد من المتعة هو عبد الله بن الزبير، حقيقة تاريخية لا يعرفها كثير من المسلمين مع الأسف، وخصوصا بقايا أبناء عائشة لا يعلمون أن سيدهم أبا بكر زوج ابنته أسماء بزواج المتعة بنكاح المتعة للزبير بن العوام، فأولدها من هذا النكاح ابنه عبد الله، عبد الله بن الزبير، هذا على ما ترويه مصادر الطائفة البكرية لا مصادرنا. وإلا فإني انتهيت شخصيا في بحثي إلى هذا الأمر، أن الزبير وقع على أسماء بلا نكاح أو بنكاح فاسد، فأولدها هذا الابن المشؤوم عبد الله، فحتى يصححوا ما جرى بأثر رجعي اضطر لأن يعقد عليها، ولم يقبل بها زوجة دائمية فقبل بها زوجة بعقد منقطع مؤقت. فالمتعة شرعها الله عز وجل لأولئك الذين لا يقدرون على الزواج الدائم، حتى لا يضطروا إلى الحيل الشرعية أو غير الشرعية التي يمارسها اليوم أبناء الطائفة البكرية، فإنهم حتى يقضوا شهواتهم أو حتى تستعين المرأة خصوصا المطلقة أو الأرملة على حياتها، فإنهم يتزوجون بنية الطلاق، وهذه في الواقع حيلة من الحيل، أو يتزوجون هذا الزواج أو النكاح الذي يسمونه المسيار، فتتخلى المرأة فيه عن بعض شرائط الزواج أو ميزاته حتى يقبل بها رجل ما.
الأمر واضح في التاريخ البشري بشكل عام، النساء أكثر من الرجال. وكنت قد قرأت قبل فترة أنه في الكويت مثلا مقابل كل رجل هنالك 3 نساء، يعني عدد النساء أكثر من الرجال. فلو افترضنا أن كل رجل يتزوج امرأة، معنى ذلك أن 2/3 النساء يبقين بلا زواج. ولا كل أحد يقبل بهؤلاء زوجة دائمة ثانية، لأن الزواج الدائم يرتب يعني أعباء على الزوج. ثم إذا أضفنا إلى ذلك كله مشكلة العنوسة، مشكلة الطلاق، مشكلة الأرامل، مشكلة المطلقات، فنعلم بأنه ها هنا مأزق كبير. المرأة المطلقة لا تعثر على أحد عادة يتزوجها، سيما إذا لم تكن عذراء. فماذا تفعل؟ أتلجأ إلى طريق الانحراف؟ أم الخير والأفضل لها أن الله عز وجل يستر عليها بزوج يتزوجها ولو لمدة مؤقتة، فإنها تستعين بذلك الزوج، ولعل الله عز وجل يقسم بينهما بالخير ويجعلها يتزوجها زواجا دائما فيما بعد. النكاح المنقطع أو الزواج المنقطع، زواج المتعة، زواج جاء في كتاب الله، جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الخلاف هو على تحريمه، أهل الخلاف يدعون بأنهم قد حرمه النبي صلى الله عليه وآله فيما بعد، نحن لم يثبت عندنا هذا، ونأخذ بأقوال أئمتنا عليهم السلام. وهذا النكاح لا يختلف عن النكاح الدائم إلا بأنه محدد بأجل، بدلا من أن تطلق ينتهي النكاح عند حد معين. هذا هو الفرق الجوهري بين الزوجين، بين الزيجتين، بين العقدين. وإلا فالعقد فيه إيجاب وقبول، ويقع فيه توارث بالنسبة للأبناء، يعني الأبناء أبناء شرعيين ويرثون، والنكاح نكاح شرعي 100%. ويحل مشكلة اجتماعية، لولا نهي عمر ما زنى إلا شقي، لأنهم انصرفوا عن هذا الحل الإلهي الذي وضعه الله عز وجل للبشر الذين لا يتمكنون من الزواج، وللنساء بالذات خصوصا المطلقات والأرامل، حتى يستر الله عز وجل عليهن، وحتى يقرب إليهن الأزواج الصلحاء الخيرين، ولا تقع بلبلة ولا مشكلة اجتماعية، لا يقع هنالك انفجار جنسي، ولا يلجأ البعض والعياذ بالله إلى الشذوذ وما أشبه. الله عز وجل وضع حلا، هذا هو الحل. تركوا هذا الحل، فانظر الآن إلى ما وقع عندهم من اللواط والسحاق والقذارات الجنسية لقضاء الشهوة، أو بالحيل التي يسمونها حيلا شرعية وما أشبه، زواج بنية الطلاق. شنو فرق عن الزواج الدائم أو عفوا الزواج المنقطع؟ لا فرق جوهريا بين الأمرين. لولا نهي عمر ما زنى إلا شقي، انصرفوا عن هذه الرخصة التي رخص الله تعالى لعباده، فانتشر فيما بينهم الزنا والفساد، إلى أن أصبحت المجتمعات الإسلامية تئن من هذا الفساد. لا تكاد تجد بيتا مع الأسف الشديد إلا وفيه مشكلة في هذا الخصوص. أما لماذا حرم عمر هذا الزواج؟ فقد شرحنا علته فيما قبل في أكثر من محاضرة. قلنا إن عمر سمع بشكل صريح عن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا أحدهم من؟ ابن زنا. عمر كان يهدف إلى إكثار عدد المعارضين لعلي أو مبغضي علي عليه السلام. هو كان يحتاج إلى أبناء زنا بصراحة، يعني منو تتوقع اللي يبغض عليا عليه السلام؟
غير يكون ابن زنا، غير يكون نغل، شنو يكون؟ فعمر أراد أن يكثر أبناء الزنا، ويعلم بأن زواج المتعة يمنع الزنا، فلذلك لا يتولد أبناء من الزنا، وإنما يتولدون من أنكحة شرعية، فحرم زواج المتعة لهذا السبب، حتى يضطر الناس لأن يزنوا، فيأتي من ذلك الزنا أو يكثر من ذلك الزنا أبناء الزنا، فيكثر عدد المبغضين لعلي ويتحقق هدف عمر. هذا من جهة. من جهة ثانية، كان عمر مأبونا، كان مطعونا في عجانته، فلذلك كان يعلم بأنه مع وجود المتعة لا أحد سيلتفت إليه، وهو يريد أن يلتفت إليه، يريد هذا الشذوذ، يريد من يأتيه كما يريد من يأتي غيره، فلذا حرم المتعة حتى يأتي أولئك المرضى والخبثاء والذين امتلأوا قذارة أخلاقية، حتى يأتون عمر وأشباه عمر. هذا مجمل القول وتفصيله في محاضراتنا السابقة، من شاء من الإخوة فليرجع إليها. نعم، أحسن سماحة الشيخ. وأنا أقرأ في تقرير قبل فترة أن ربع الأطفال فيما يعرف بالسعودية يتعرضون إلى اعتداء جنسي، يعني كل أربع أطفال يتعرض فيهم شخص أو طفل إلى اعتداء جنسي، كل هذا بسبب عدم تنظيم النكاح المحلل الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وحرمه عمر. سماحة الشيخ، احنا عندنا صارت شغلة يعني ظاهرة في برامجنا البث المباشر، أن الأسئلة تتكرر، والسبب مثل ما سألت الإخوان أن طبعا حديثي مشاهدة قناة فدك اللي مشاهدها من أسبوع اللي من شهر مو مشاهدين البرامج البث المباشر القديمة، فلو سمحت سماحة الشيخ إذا تستطيع الأسئلة المكررة يعني أكثر من مرة أو مرتين أو ثلاثة، في بعضهم مكررين 10 مرات، تمر عليهم مرور سريع لو سمحت سماحة الشيخ، حتى نعطي الإخوان فرصة أن يسألون أسئلة جديدة. منها سؤالين، الأخ علي من كاردف سأل سؤالين. السؤال الأول، لماذا لم يطلق النبي صلى الله عليه وآله عائشة مع كثرة جرائمها؟ وهل أكيد أن أمير المؤمنين سلام الله عليها طلق عائشة بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله؟ أما أنه لماذا تزوجها النبي صلى الله عليه وآله ولم يطلقها، فالسبب في ذلك أنه كان لابد أن تبقى زوجة له حتى يبتلي الله عز وجل بها الأمة في معركة الجمل وغيره. الله عز وجل لم يأذن للنبي أن يطلق عائشة لأنه لابد أن تبقى زوجة له حتى تستغل ذلك في إغواء الأمة، فيعلم الله عز وجل البشر أيهما يطيعون إياه أم هي، كما ذكرته الأحاديث الشريفة. وأما أنه هل طلق أمير المؤمنين عليه السلام، فالرواية عندنا أن أمير المؤمنين فوض أمر طلاقها إلى الحسن، والحسن فوض ذلك إلى الحسين، فلما خرجت عائشة على بغلتها لرمي جنازة الإمام الحسن عليه السلام بالسهام وإبعادها عن أن تدفن في حجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، طلقها الحسين عليه السلام وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين، وكان ذلك إعلانا بانقطاع العلائق بينها وبين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كلية، فهو في الجنة وهي في النار. سماحة الشيخ، هم اتصلت الأخت الكريمة أم جعفر من السويد، وكان عندها سؤالين كذلك مجاوبين عليهم من قبل، بس لا بس، خاصة في أن
الحادثة اللي ذكرتها، هي تقول أنا مع المحاكمة الظالم حتى لو بعد 1400 سنة، ولكن أنا لست مع السب والشتم، لأن الإمام علي سلام الله عليه كرم عائشة بعد حادثة الجمل، وتقول بالقصة التي كلنا نعرفها، يعني كلنا نعرف أن أمير المؤمنين أكرم عائشة بعد حادثة الجمل، وكذلك لازم أن نقتدي بالإمام، وكذلك حتى نكون قدوة ونكسب الآخرين، نذكر فقط أخطاء المقابل وليس بالسب والشتم على حد قولها. ممكن تجاوب على هذا السؤال وأنا أقول لك إن شاء الله السؤال الثاني حق الأخ. أولا إني أعجب من تسمية الذي نقول سبا وشتما، إنه ذكر للحقائق. لما أقول إن عائشة خبيثة مثلا، فإني لا أكون قد سببتها في الواقع، وإنما وصفت حالها فعلا، ولست أنا بأول من قال هذا، قاله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في أحاديثه. لكن المشكلة الأساسية أن هذه الأحاديث لا تعرض على العامة مع الأسف، وتبقى مدفونة إنجاز التعبير في بطون الكتب. نحن مع إظهار هذه الأحاديث التي في كل يوم في كل ليلة نسمع أناسا يتصلون بنا أو يرسلون إلينا يقولون رحم الله والديكم، ما كنا نعرف هذه الأحاديث، أين كانت عنا هذه الأحاديث، أين كانت عنا هذه الحقائق. الآن مثلا أنا أقول حديثا لعله يمكن 99.9% من أبناء أمتنا الإسلامية الشيعية، ولا أقول الآخرين، لم يسمعوا بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وصف عائشة بالخبيثة، قال لها قد خبثت أنت وأبوك. اقرأوا ذلك في بحار الأنوار للعلامة المجلسي مثلا، هذا الآن على ما في ذاكرتي، يعني المصدر، وإلا مصادر أكثر من مصدر، لكن تجدونه في البحار، اقرأوا في بحار الأنوار وفي مجلدات المطاعن تجدون هذا الحديث، ونقلا عن أمير المؤمنين عليه السلام، يعني أمير المؤمنين يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ذات مرة كان جالسا بينهما ورسول الله يقول لعائشة قد خبثت أنت. فإذا النبي يصف عائشة بأنها خبيثة، أنا ما أقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله، أقول هي امرأة خبيثة، هذا ليس سبان، هذا ليس سبان، هذا وصف لحالها. كذلك حينما بدأت ورقة البحثية قلت إنها قليلة أدب، هذا بالفعل واقع، هي هكذا تطاولت على السيدة الجليلة خديجة الكبرى عليه السلام. لما أقول قلبها نجس، يشفع لي في ذلك قول ابن تيمية إذ قال أن القلب الذي يكون فيه حسد قلب نجس، ونقلت هذه الأقوال. المشكلة أنه هذا الكلام لأنه صريح الناس تقول عنه سبا، وأنا أربأ بالأخوة المؤمنين بالأخوات المؤمنات أن يتكلموا بمنطق البكريين. البكريون هم هكذا، لما نحن نهاجم عمر مثلا، نهاجم عائشة، نصفهم بما فيهم، يقولون شوف شوف سبوا، وليش تسميه سب؟ وقلنا الواقع، نحن تعال ناقش في نفس الدليل، ولكن لا تجعلها فزاعة، سب وشتمه، وهذا سب وشتم، هذا ليس سبا وشتما أصلا، على أنه لو افترضنا أن هذا سب وشتم فلا نكون قد ارتكبنا محذورا. الله تبارك وتعالى سب في القرآن الحكيم أناسا كان جرمهم أقل بكثير من جرم عائشة، قال عن أحبار اليهود الذين كتموا اسم النبي صلى الله عليه وآله عن كتبهم المقدسة أي التوراة، ولم يذكروا ذلك وأخفوا هذه الحقيقة، وصفهم الله عز وجل بالحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فحتى لو افترضت أنه مثلا أنا أقول عن عائشة هي حمارة مثلا، أنا أكون قد تخلقت بأخلاق الله، لا أكون قد ارتكبت محذورا. النبي صلى الله عليه وآله دعانا أصلا للإكثار من السب لهؤلاء المجرمين، قال صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم يكتب الله لكم
بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. الحديث صحيح معتبر، تجدونه في كتاب الكافي لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه. فإذا حتى لو افترضنا، أنا أقول حتى لو افترضنا أن سببناها، فإننا لا نكون قد ارتكبنا محذورا، بل تخلقنا بأخلاق الله وأخلاق رسوله صلى الله عليه وآله، لأن سب الظالم، سب المجرم، سب الآثم إثما عظيما، هو أمر راجح، إذا كان خصوصا إذا كان يسهم في إسقاط هذا الظالم، في إسقاط اعتباره. ولذلك في نفس الحديث النبي صلى الله عليه وآله يقول: وأكثروا من سبهم كي يحذرهم الناس، حتى تكون هذه الشخصية دائما مسبوبة، مذمومة عند الناس، ملعونة عند الناس، فالناس تحذر منها ومن الانخداع بها. لو أننا افترضنا أن عائشة منذ 1400 سنة تسب، يعني نفرض هكذا أنه كل البلاد الإسلامية، كل مجتمعات الإسلامية تربي أبناء على سب عائشة، أي على ذم عائشة، على النيل من عائشة، لما كنت تجد أحدا اليوم يحترم عائشة ولا يطبق تعاليمها. القضية واضحة، لأنه الذهنية تنشأ، هذا الطفل ينشأ على أنه لا، عائشة غلط، عائشة سمعت والدي وجدي سبوها، سمعت أمي تسبها، إذن هذه مرأة غلط، ما أتقبل منها كلام. عرفت القضية أين؟ هذا كله على فرض أننا نسبها، والحال أننا إنما نقول الحقيقة فيها بما هي فيها، فلماذا ننزعج؟ أما وللعلم الأئمة عليهم السلام نالوا من عائشة، فضحوا عائشة، النبي صلى الله عليه وآله صنع هكذا، وصف عائشة برأس الكفر، وصفها بقرن الشيطان. أمير المؤمنين عليه السلام، الأئمة الطاهرين، الإمام الصادق عليه السلام قال: عائشة كبير جرمها، عظيم إثمها. كثير من الروايات عندنا موجودة، ونقلناها في محاضراتنا السابقة. أطلب فقط من الأخت الكريمة أنها تراجع هذه المحاضرات حتى تقف على هذه الروايات التي هي مع الأسف هناك مؤامرة لطمسها وإبقائها مخفية عن التداول العام. أما بالنسبة إلى النقطة الأخرى، وهي أنه علينا أن نقتدي بأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين عليه السلام كرم عائشة، فهذا هراء، هذا وهم كبير. ولا أدري أأدعو للخطباء بالهداية أم أدعو عليهم، حقيقة أنا ما أدري، يعني من القيح الذي في قلبي ما أعرف شنو أسوي. أقول: إلهي، من كان مؤهلا للهداية منهم اللهم اهده، حتى لا يضلل الناس أكثر، لأنه هاي مشكلة خطباء، أن مع الأسف الخطباء الذين لا يقرؤون ولا يطلعون ولا يعرفون جيدا، فهي يكررون هذا الكلام كالببغاء، أنه أمير المؤمنين أرجع عائشة معززة مكرمة. وين أكو عندنا هكذا شيء؟ هذا مناقض تماما للتاريخ تماما. وين أكو هكذا شيء؟ هاتوا لي حديثا واحدا، حديثا واحدا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام فيه أن أمير المؤمنين عليه السلام كرم عائشة أو أرجعها معززة مكرمة بعد موقعة الجمل. وين أكو هكذا حديث؟ ما تجدون حتى حديثا واحدا. تحليلات المخالفين أن عائشة أرجعت إلى المدينة معززة مكرمة، أنتم تروحون تأخذون من المخالفين وتهملون أحاديث أهل البيت عليهم السلام التي أثبتت، وأحاديث مؤرخي مدرسة التشيع كالشيخ المفيد وغيره التي أثبتت أن أمير المؤمنين عليه السلام أصلا بالعكس أرجع عائشة صاغرة راغمة مدحورة مذمومة، وفرض عليها الإقامة الجبرية في المدينة، وقال إنها لا تألو شرا، ولذلك أنا أرجعها إلى المدينة غصبا عليها. لا تألو شرا يعني شنو؟ يعني لا تقصر في الشر، هذه امرأة شر، امرأة شر، كانت تريد أن تبقى في المدينة، أمير المؤمنين ضربها على رأسها ورجعها إلى، عفوا، كانت تريد أن تبقى في البصرة، أمير المؤمنين ضربها على رأسها ورجعها إلى المدينة. اقرأوا التاريخ، هو أخذ خيزرانة أمير المؤمنين بعد انتهاك معركة الجمل، وهكذا ضرب على جوانب هودج عائشة وهي داخلة، قال: هي هي يا حميرة، أردت أن تقتليني كما قتلت ابن عفان؟ رجعوها إلى المدينة.
قالت وسلت أيام صارت مفاوضات، كان يعني المفاوض بينها وبين أمير المؤمنين عليه السلام ابن عباس، أنه تقول لا أنا أريد أن أمكث في البصرة، أمير المؤمنين قال لا إنها لا تألو شرا أرجعها إلى المدينة غصبا عليها. هسه واحد يقول ليش إذن أرجعها بنساء كنا يلبسن ملابس الرجال حتى لا يصير إلها حجة مرة أخرى تحرض على أمير المؤمنين عليه السلام، حتى لا تقول هتك ابن أبي طالب ستري وقد قالت ذلك نتيجة، وثم كشفت النساء عن وجوههن وقالوا ويحك نحن نساء، لا تقولين إحنا رجال، هذا ليس فيه إعزاز ولا إكرام، هذا في الواقع ترحيل قسري وفرض لإقامة جبرية عليها. فإذا ما معنى ذلك أنه أرجعها راغمة صاغرة؟ ما أرجعها معززة مكرمة. وإلا قولوا إذن أنه يزيد أرجع زينب وبنات الرسالة عليهن السلام معززين مكرمين إلى المدينة، أكو واحد عاقل يقول هذا الكلام؟ أكو واحد عاقل يقول هذا الكلام؟ أرجعهن معززات مكرمات؟ هو نفس العمل اللي سواه أمير المؤمنين عليه السلام سواه يزيد في بنات الرسالة، نفس العمل. شوية أنتوا لا تصدقون كل واحد خطيب يصعد، نص الخطباء أصلا جهلة ما يفتهمون، ما يعرفون الحقائق شنو، لا يحققون لا يقرؤون لا يعرفون، هو كلام يتناقل من واحد إلى الثاني، يسمع للوائل قال كلمة يروح هو يكرر وكوبي أند بيست كوبي أند بيست ويكرر ونسخ ولصق، هذا اللي موجود مع الأسف واقعنا. خلينا نتكلم بصراحة، لا تسمعون أي شيء اللي تسمعون، ابحث دائما. هم شوفوا أنا لما أقدم هذه الأشياء أنقلها بالمصادر، تفصيل هذا بالكامل أنه أمير المؤمنين عليه السلام أرجع عائشة معززة مكرمة أم لا أرجعها راغمة صاغرة، هذا تجدونه ماذا؟ أين تجدونه بالمصادر؟ تجدونه الأخت الكريمة عليها أن تسمع أو تطالع سلسلة التعليقات على الضجة المفتعلة من أبناء عائشة 30 حلقة، هناك ذكرنا المصادر بالصفحة بالجزء، تسمعها بالكامل تشوف تعرف، حتى يتبدد هذا الوهم الكبير، هذه الكذبة الكبرى أنه أمير المؤمنين أرجع معززة مكرمة. منو قال هذا الحكي؟ نحن نقتدي بأمير المؤمنين عليه السلام فندوس على رأس عائشة، نحن نقتدي بأصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الذين كانوا معه في معركة الجمل وكانوا يهجون عائشة صراحة أمام عين أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت هذه أراجيزهم وأهازيجهم في يوم معركة الجمل. اقرأوا التاريخ، افتحوا كتاب الجمل لشيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه، تشوفون ينقل هذه الحوادث، يقول في معركة الجمل اصطف جند أمير المؤمنين عليه السلام وبدأوا بهجاء عائشة، كانوا يخاطبون جند عائشة هكذا يقولون وليكم عجل بني أمية، يعني عثمان عجل، ها حتى واحد لا يقول احنا مو مع السب والشتم، وصفوا عثمان بشنو؟ بعجل، عجل بني أمية وليكم أمير المؤمنين. لم ينكر عليهم، ما قال لا حرام ما يصير تسبون، لا تسبون عثمان ذو النورين، ماكو هكذا شيء، قالوا وليكم عجل بني أمية وأمكم خاسرة شقية، عائشة خاسرة شقية وأمكم خاسرة شقية هاوية في فتنة عمية، هذا كان كله أمام عين أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين لم ينكر عليهم، تقرير المعصوم حجة، بالعكس أمير المؤمنين كان يرحب، أصلا هو أمير المؤمنين في معركة الجمل هجا عائشة، هو هجا عائشة، عائش شنو الأبيات؟ غرك مني الحسنى، ايه انا دلعتك انا عائشة غرك مني الحسنى، الان صار اليوم اللي احنا نأدبك به، هذا يوم الجمل. اقرأوا هذه الامور، وانصح الاخت الكريمة انه تحصل على كتابنا كتاب الفاحشة الوجه الاخر لعائشة، كل هذه الحقائق مذكورة فيه بالمصادر بالجزء والصفحة، خلي تقرأ هذا الكتاب للعلم، بعض اكابر العلماء قرأوه وكلموني شخصيا
وكلموا غيري أيضا من الأخوة طلبة الحوزات ومن أشبه، وقالوا حقيقة كشف لنا أمور كنا نجهلها. أكابر العلماء فضلا عن الخطباء، فضلا عن الخطباء، حاولوا أن تقرأوا هذه الأمور حتى تعرفون أنه على العكس من ذلك، على خلاف ما يروج. لكن المشكلة أين؟ قلة الاطلاع، قلة المعرفة، قلة العلم، وطغيان المنطق والثقافة البكرية علينا. يعني خطبائنا هم مساكين، أين نشأوا؟ في حياض البكريين، في حياض الطائفة البكرية، في أوساطهم، تلقوا تعليمهم، تلقوا ثقافتهم، فلذلك يتكلمون بمنطقهم وهم يجهلون على أنه الذي وصلنا عن أئمتنا عليهم السلام وثقاتنا وعلمائنا خلاف هذا التاريخ نهائياً نهائياً. أنت سمحت الشيخ، طبعاً سؤالها الثاني الأخت، ما لماذا كان موقف أمير المؤمنين سلام الله عليه مع عمر لعنه الله عندما قتل الزهراء سلام الله عليها، فلماذا لم يقتص منه ويقيم الحد عليه مع أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعرف القوانين السماوية والشرعية، فلماذا لم يطبقها على عمر؟ لأن الله تعالى لم يأذن له ذلك، وما كان قادرا عليه إلا بالقوة الإعجازية، ولم يأذن الله عز وجل له بأن يستخدم القوة الإعجازية في هذا المورد. نعم، كان مأمورا بأن يستخدم القوة الظاهرية في ذلك، وقوته الظاهرية لم تكن تكفي لكي يقتص من عمر عليه لعائن الله. كان يحتاج إلى على الأقل 40 رجلا كما قالت الروايات يبايعونه على الموت حتى يعيد الحكم إلى نفسه، ومن ثم يحاكم أبا بكر وعمر ويقتص منهما. الأربعون ما وفوا ببيعتهم، بايعوه بالأمس، ثاني يوم الظهر شاف 7 جاءوا منهم فقط، فقال أنتم لم تطيعوني في حلق الرأس، لأنه أمرهم بحلق رؤوسهم، بحلق رؤوسهم، فقال فكيف تطيعوني في قتال جبال الحديد؟ خلص الآن الله عز وجل أذن لي بأن أصبر. ومع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام أعطى بعد ذلك الإجازة للجليل العظيم أبي لؤلؤة فيروز النهاوندي رضوان الله تعالى عليه، ذلك المسلم الصادق، أعطاه إجازة في أن يذهب هو ويقتص للزهراء عليه السلام من أمير المؤمنين، ويكون دم عمر هدر هدر يذهب. فبالفعل أبو لؤلؤ ذهب واقتص من عمر وقتله، واستطاع أن يأخذ بحقه منه. شوفوا لما نشكل هكذا نقول ليش أمير المؤمنين ما اقتص من عمر، مثل ما نقول ليش الإمام السجاد ما اقتص من يزيد، يعني مثلا لأنه قتل الحسين. الجواب ماذا يكون في السؤال الثاني؟ الإمام السجاد ما كان قادرا. عجيب، إمام معصوم ما يقدر، يعني مو الكون تحت يعني إشارة من يده، مو عنده قوة إعجازية، مو عنده ولاية تكوينية، ليش ما اقتص من يزيد؟ لأن الله عز وجل لم يأذن له باستخدام القوة الإعجازية في هذا المورد، كان مقهورا، كان مظلوما، وكان يزيد هو الحاكم. نفس الشيء أمير المؤمنين عليه السلام كذلك، كان الحاكم من؟ أبو بكر وعمر. ما أذن الله عز وجل لعلي أن يستخدم القوة الإعجازية، فكان مغلوبا على أمره ولذا لم يقتص منه. أحسنت سمحت الشيخ. في سؤال مكرر جدا، واعتقد حتى تطرقت ولمحت له في إجابة الأخ أحمد من العراق، اللي هو سؤال من أبو عبد الله هم كذلك من العراق، الذي سأل عن سبب زواج النبي صلى الله عليه وآله من عائشة وحفصة عليهما لعائن الله. ابتلاء ليبلوكم بعائشة أتشكرون أم تكفرون، هذا هو. نعم أحسنت. أبو ياسين سأل سؤال يقول لدينا اختلاط واحتكاك مع البكرية، ويستشكلون علينا دائما بأننا مشركون، واستشهد بقصة أمر الله عز وجل لإبليس بالسجود لآدم فاستكبر وأبى أن يسجد، وذلك
لاستشكاله على الله بأن هناك عدم يعني عدم حكمة من الله بأنه يسجد لهذا المخلوق وهو أفضل منه، فيقول: هل البكرية يتعاملون معنا بمنطق إبليس بإشكالهم علينا بحب أهل البيت وتقديرهم وتقديسهم؟ فهل هو نفس منطق إبليس الذي استشكله على الله فهم يستشكلون علينا بحبنا لأهل البيت سلام الله عليهم؟ نعم، هم يتكلمون بمنطق إبليس، ويا ريت أقدر أطلع له الآن، ما متأكد أنه أقدر في هذه العجالة أن أطلع له كلام لأحد علمائهم يعتبر إبليس سيد الموحدين، لأنه الوحيد الذي رفض أن لا يسجد إلا لله. هذا موحد، يعني إبليس كان وهابي عدل، خوش وهابي كان، ما يقبل أبدا يخلي وسيط بينه وبين الله، ما يقبل، ما يخلي وسيلة بينه وبين الله تعالى. قال له الله عز وجل: أسجد لآدم، ما قبل، قال: منو آدم؟ أنا أسجد لك إلك، صحيح أنا موحد، أما أسجد لبشر، لمخلوق مثلي، ليش أسجد؟ ليش أسجد لبشر؟ فأكو قول لطيف لأحد علمائهم، هذا القول فيه أنه إبليس سيد الموحدين. انت روح الى الاسئلة الاخرى، اذا انا حصلت هذا اعود واجيب واذكر انقل هذا الكلام. نعم، لذلك العالم. نعم سمحت الشيخ. عندنا الاخ احمد المالكي من السويد، طبعا بالبداية استشهد بقصة ابو بكر عندما أراد أن يقتال أمير المؤمنين، فأمر خالد بن الوليد عليهما لعائن الله بأن يقتل أمير المؤمنين عندما يصلي أمير المؤمنين. فحس يعني فكر أبو بكر و تندم على فعلته. تبي تجاوب على السؤال بعدين نجاوب على الأخ أحمد المالكي؟ أوكي، كمل سؤال أبو ياسين وإن شاء الله نجاوب على أحمد المالكي إن شاء الله. نعم، أي القول ابن حجر العسقلاني يذكره في لسان الميزان الجزء الأول الصفحة 294 عن أبي الفتوح الغزالي الشافعي، زين، من علماء الشوافع أو الشافعية، يقول: إن إبليس سيد الموحدين، من لم يتعلم التوحيد من إبليس فهو زنديق، لأنه أمر أن يسجد لغير سيده فأبى. تعلموا من إبليس، إمامكم إبليس، خوش موحد كان، يقتدون بإبليس ببغضهم للأئمة ويقولون: لما لا تدعون الله مباشرة؟ كلام إبليس. السؤال الذي بعده سماحة الشيخ: استشهد الأخ بحادثة أمر أبو بكر لخالد بن الوليد عليهما لعان الله باقتيال أمير المؤمنين أثناء صلاته، فتندم أبو بكر وأطال في الصلاة، وكانت هي أطول صلاة يقال عنها في التاريخ، وبعد كانت الإشارة هي افعل، كانت إشارة بينهم، فقبل أن يسلم قال: لا تفعل يا خالد، وسلم أبو بكر. فأمير المؤمنين قال له: ماذا كان يأمرك؟ خالد بن الوليد قال: أمير المؤمنين أمرني بأن أغتالك. فقال له أمير المؤمنين: ويحك، إن الذي يغتالني فتحة إسته أضيق من فتحة إستك. حادثة مشهورة وموجودة في التاريخ. فسمحت الشيخ، السؤال للأخ كان: لماذا كان أمير المؤمنين يتواجد خلف أبا بكر؟ هل هو يأتم بأبي بكر أم ماذا؟ ذكرت الروايات الشريفة أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحضر المسجد
وكان يعتبر هؤلاء بمثابة سواري المسجد. ما المستفاد من هذا؟ نحن نعلم بأن التقدم على الإمام المعصوم يبطل الصلاة، فكان أمير المؤمنين يحضر وكان يصلي منفردا حتى يبطل صلاة القوم، يبطل صلاة أبي بكر ومن يأتم به، لا أنه كان يأتم بأبي بكر عليه اللعنة، حاشا أمير المؤمنين عليه السلام ذلك. هذا أيضا تفصيله ذكرناه في موارد عديدة سابقة. سماحة الشيخ، الأخ أبو عبد الله من هولندا سأل، يقول في واحد مأبون اسمه الدمشقية من جماعتهم المأبونين، وهذا طبعا باعترافه أنه كان مأبونا، فيقول أن سند الصلوات على محمد وآل محمد ليس لها صحة وليس لها سند، فيقول سألت علماء الشيعة مدة 5 سنوات بإحضار سند أو ذكر سند لهذه الصلوات فلم يجيبوني على هذا السؤال. يعني بالله عليكم أضحك أم أبكي؟ شنو هذا؟ يعني أنتم تصدقون أمثال هؤلاء السخفاء هؤلاء؟ أصلا قضية الصلاة على محمد وآل محمد مروية في كتب جميع الفرق، جميع الطوائف، أنه لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد، قيل للنبي صلى الله عليه وآله أنه قد عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنالك زيادة أنه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أمر موجود في كل المصادر، مصادر كل الفرق بأسناد صحيحة، بأسناد معتبرة. يعني يأتي واحد مثل هذا يستجهل ويستغفل الناس، يتصور كل الناس حمير مثله، اللي يقول أنه سألت علماء الشيعة ما جابوا لي سند واحد، يعني هذا حقيقة تهريج، هذا تهريج. ويمكن ما أجابوا، أنا طبعا ما أعرف شنو القضية، يمكن أنه ما أجابوا لأنه يشوفون هذا حمار ما يستاهل أنه واحد يجيبه على هذا المستوى الهابط من الطرح. يعني هذا مستوى اللي واحد يتكلم عنه؟ إذا أم إن شاء الله الله ييسر فيما بعد في ليلة أخرى أو في محاضرة أخرى نجي نشحن هذه المصادر كلها والأسناد والروايات، نجي نقدمها لكم حتى تشوفون. بس قضية مشهورة يعني معروفة، يكفي أي واحد يروح شوي يبحث في بعض الكتب منها ويسأل، أو يروح على الإنترنت أو ما إنترنت أو هاي شو يسموها السيديات يعني اللي فيها كتب الحديث وما أشبه، يكتب اللهم صل على محمد وآل محمد، يشوف الروايات الكثيرة في هذا الشأن والأحاديث الكثيرة في كل المصادر بما فيها الصحاح، بخاري مسلم غيره كله موجود. أحسن سماحة الشيخ، الأخ علي سيد علي من الحجاز كان عنده سؤال عن النواصب الذين يبيحون دماء الشيعة بفتاويهم ويحللونها، فيقول هؤلاء هل لهم من توبة؟ وهل يتعظون يوما من الأيام؟ وهل يعني الله يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم كإفتاؤهم بقتل الشيعة؟ يعني لا شك أن توبتهم أمر بعيد خصوصا مع ولوغهم في الدماء، لكن لا يبعد ذلك، أقصد لا يستحيل ذلك، يعني لا يمتنع ذلك، لا يمتنع ذلك إذا تابوا و يعني استبرأوا الذمة من أولياء من قتلوهم أو أفتوا بقتلهم، فإن الله تعالى إن شاء الله يرحمهم، بشرط أنه تكون التوبة يعني توبة صادقة، وأساس التوبة ولا توبة تقبل إلا بالتوبة عن المعتقد البدعي الزائف المنحرف
والأخذ بالمعتقد الإسلامي الصحيح الذي يتمثل بالتشيع لموالاة أئمة أهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم زاد الله عذابهم. فإذا ما فعلوا ذلك وتابوا توبة صادقة واستبرأوا الذمة وقدموا مثلا ديات لمن قتلوهم لأولياء ووراث من قتلوهم أولياء الدم يعني من أو أولياء الميت أو المقتول فلا يبعد أن الله عز وجل يشملهم بلطفه ورحمته فيتوب عليهم وإن كان الأمر يعني بعيدا من ناحية العادة يعني لا أكثر. نعم سمحت الشيخ في أخ اتصل حتى في حلقة اليوم حلقة أمس وخلى سؤال عند الإخوان وأن السؤال في حلقة أمس ما كان وقت البرنامج كان شوية ضيق ولم أسألك هذا السؤال فنقلته إلى حلقة اليوم فأسألك فيه وهو هل صحيح أنه لم يصل إلينا كتب من أهل البيت عليهم السلام؟ لم يصل إلينا كتب أهل البيت مباشرة سلام الله عليهم. يعني قصد أنه أهل البيت كتبهم هم يعني لا هذا غير صحيح. وصلتنا كتب عن أئمة أهل البيت عليهم السلام من بينها مثلا فقه الإمام الرضا عليه السلام صلوات الله عليه هذا وصلنا. عندنا كتاب تفسير الإمام العسكري عليه السلام هذا أيضا وصلنا. عندنا كذلك أكثر من كتاب أملاه الإمام الصادق عليه السلام على بعض أصحابه ووصلتنا تلك الكتب وهذا كلام غير صحيح جملة وتفصيلا. وسبب قوله بهذا هو أو سبب قول يعني من يقول أنه لم يصلنا شيء من كتب أهل البيت عليهم السلام فضلا عن رواياتهم هو بسبب أنه قلة الاطلاع في الواقع يعني قلة الاطلاع قلة المعرفة هي التي تؤدي بأمثال هؤلاء الجهلة إلى إطلاق الكلام على عواهنه بهذا الشكل. نعم أحسنت سماحة الشيخ. وسماحة الشيخ فيما بقي من دقائق معدودة حبيت أني أتطرق إلى موضوع بعد إذنكم وهو موضوع التبرعات لقناة فدك. نحن الآن نمر في أزمة فعلية بسبب قلة الموارد المالية لقناة فدك. نحن الآن في تقريبا في تاريخ 10 شهر 8 طبعا باقي 20 يوم لدفع الفاتورة الجديدة للشهر القادم ونحن الآن ليس لدينا المبلغ الكافي لتسديد الفاتورة. فمن هذا البرنامج ومن هذا الوقت المبارك والشهر المبارك نحاول أن نلفت عناية المشاهدين أننا فعلا بدأنا نمر في مرحلة الخطر وفي مرحلة لو سمح الله ممكن ننقطع عن البث. فحبيت أني أذكر الإخوان أن طرق التبرع موجودة وهذا الشهر شهر الخير وهناك أكثر من طريقة للتبرع لقناة فدك منها طريقة الويسترن يونيون والتحويل البنكي لموقع تحويل البنكي للحساب الموجود لهيئة خدام المهدي مباشرة وكذلك في موقع قناة فدك باي بال موجود نظام تحويل بنكي. ونحن إن شاء الله سنعمل برنامج يوم إن شاء الله أعتقد يوم الجمعة القادم وسنوضح من هذا البرنامج إن شاء الله توضيحا وشرحا تفصيليا لطريقة التبرع. صدقوني يا أخواني طريقة التبرع سهلة جدا ولا تحتاج إلى يعني شرح أكثر من مرة لأن الذي يحب يعني يفعل الخير يستطيع أن يبحث عنه ويستطيع أن يجده بسهولة. هناك طرق عديدة منها شركة ويسترن يونيون وسنضع ممكن الإخوان بعضهم يعني يستصعبون أن يتصلون تلفون على القناة ويأخذون الاسم اللي يحولون عليه المبلغ. لذلك راح نسوي خدمة أن نحط الاسم وما نخلي الاسم مثلا اسم هيئة خدام المهدي ممكن يصير عليه إشكال يقولون أنت مثلا حولت فلوس إلى هيئة خدام المهدي وهذا يتخوفون منه بعض الإخوان.
راح نخلي لهم اسم احد الاخوان اللي يقدرون يحولون المبلغ باسمه تحويل مباشر باسم هذا الاخ، وهذا الاخ ان شاء الله بعد ما ياخذ يستلم المبلغ هني وطبعا يضعه في حساب الهيئه، وكذلك ممكن نعطيكم حساب شخصي لنفس الاخ حتى اذا كان تحويل باسم الهيئه ممكن في اشكال يكون تحويل من شخص الى شخص. وكذلك عندما تعطونا البيانات البنكيه مثل رقم الكرت وتاريخ انتهاء الكرت لا نستقطع المبلغ باسم هيئه خدام المهدي في لندن، هم ممكن يصير اشكال وعلى الشخص او ممكن مساءله، نستقطعه من شركه تابعه لنا، شركه باسم شركه سفريات، وان شاء الله يكون في ميزان اعمالكم هذا العمل، والاستمرار ان شاء الله بهذا العمل البسيط يستمر صوت الحق وصوت الجهر بالبراءة من أعداء آل البيت سلام الله عليهم. أعزائي المشاهدين، هذه القناة هي القناة الوحيدة التي تذكر الأشياء بمسمياتها وتذكر الملعونين بأسمائهم. صدقوني يا أخواني، إذا انقطع هذا الصوت لا تسمعونه في أي مكان آخر. صدقوا الحين هذه القناة عندما تشاهدون بطريقة سهلة تضعون الريموت كنترول على قناة فدك، ونعطيكم الروايات والمصادر ببحث علمي وبحث دقيق لذكر ماذا قالوا أهل البيت سلام الله عليهم بأعدائهم. هذا الصوت لو سمح الله بهذه المرحلة التي بدأناها من هذا اليوم، وهي مرحلة تقريبا 20 يوم، يعني في 1/9 إذا لم نسدد فاتورة البث المباشر يعني نأسف إلى انقطاع هذا الصوت الولائي البرائي. طبعا في نهاية البرنامج سماحة الشيخ إذا توجهون كلمة للإخوان، في بقي تقريبا دقيقتين إلى انتهاء البرنامج. يعني كلمتنا يعني تتصل بكلمتك، وهي أننا نحث نجدد حثنا للإخوة المؤمنين والمؤمنات في كل مكان أن يمدوا العون لهذه القناة التي حقيقة هي قناة مميزة من هذه الجهة، أنها بحمد الله تعالى تجهر بالحق ولا تضع لنفسها حدودا إلا حدود الله جل وعلا، ليست عندها لا مصلحة مع جهة ولا عندها يعني أي مصلحة دنيوية في بعد من الأبعاد. والعاملون بهذه القناة أيها الإخوة هم إخوانكم حقيقة، يعملون بجد وبجهد يعني كبير وشديد عليهم، يعني يواصلون أحيانا الليل بالنهار فقط حتى يخرجون لكم هذه القناة، لأن الإمكانات لما تكون متواضعة وأيضا الطاقم الذي يعمل معظمه من الإخوة المتطوعين تجدون أن العبء يتثاقل ويصبح أكثر ثقلا على كواهل الإخوة العاملين، فأنتم عليكم فقط أن تمدوهم بيد العون، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هو لأنفسكم فإن شاء الله تسهمون في دفع القناة إلى الأمام وللتبرع لها بما يحفظ استمرارها إن شاء الله، لا فقط لهذا الشهر القادم وإنما لأشهر وسنوات، والأمل أنه حقيقة حتى نقطع هذا الأمر جذريا ونطمئن إلى دوام هذا الصرح الإعلامي إن شاء الله تعالى، الأمل أنه يعني الإخوة المحسنين يوقفون وقفا لهذه القناة، مثلا بناية تشترى مثلا في لندن أو غيرها وتوقف لهذه القناة، فريع هذه البناية يعني إيجار الشقق وما أشبه يذهب إلى هذه القناة، فحين ذلك لا تضطر هذه القناة أنه في كل شهر تدعو الإخوة المؤمنين للتبرع وما أشبه، الباقي هو على الله تبارك وتعالى ونحن علينا الدعاء. هو من الجيد لجميع الإخوة كذلك أن يدعوا لهذه القناة إن شاء الله تعالى ويتوسلوا بالزهراء صلوات الله عليها، فإن هذه القناة هي فدك الزهراء صلوات الله عليها وروحي فداها سلام الله عليها. وإن شاء الله نوجه نداء للإخوان
في التبرع مرة أخرى لهذه القناة والاستمرار البث، ويوم الجمعة انتظرونا في برنامج لحث على التبرع إن شاء الله. ما بقي لي في هذه الدقائق إلا أن أستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.